أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويسعدنا أن نرحب بكم في ندوة جديدة لمادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي المهني. كما يسعدني أيضا أن أرحب بضيفاي الأستاذ محمد فايز زيب والأستاذ عبد الله خربطلي من تربية دمشق. أهلا وسهلا بكم أستاذ. طبعا هذه الندوة مخصصة لطلاب الصف الثالث الثانوي المهني، وسنناقش بها إن شاء الله مادة الكيمياء. طبعا سنمر على معظم دروس الكيمياء التي وردت في الكتاب المدرسي، ويسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم أو استفساراتكم على الأرقام التي ستظهر أمامكم على أسفل الشاشة. طبعا لا يخفى عنكم أبنائي الطلبة موضوع أو مادة الفيزياء والكيمياء شأنها شأن أي مادة أخرى، يجب على الطالب أن يستثمر الوقت الماضي في دراسة وتحضير بشكل جيد للامتحان، وإن شاء الله تجتازون هذا الامتحان بشكل جيد جدا وتحققون نتائج جيدة إن شاء الله. أستاذ عبد الله أرحب بك ثانية، هل تضعنا مع مفردات منهاج الكيمياء للصف الثالث الثانوي المهني؟ ما هي الإضاءات التي يمكن أن نقدمها لأبنائنا الطلبة؟ نصائح، إرشادات، بعض التمارين التي قد تعترض دراستهم كونها ندوة مخصصة لهذه المادة، تفضل. نعم، يمكن اعتبار منهاج الكيمياء مؤلف من قسمين أو وحدتين. الوحدة الأولى تتحدث عن الكيمياء النووية، بحث من أبحاث الكيمياء النووية، والوحدة الأخرى الثانية تتحدث عن تصنيف الكهروكيماوي للمعادن وكمونات الأكسدة والإرجاء وموازنة المعادلات بطريقة نصفي التفاعل، وتتحدث أيضا عن الأبيال، عن تأثير الحموض في المعادن. تمام. أي فيما يخص الوحدة الثانية. أما الوحدة الأولى تحوي بحث واحد فقط، موضوعه الكيمياء النووية أو بنية النواة والتفاعلات والنشاط النووية الإشعاعي. والنشاط الإشعاعي. تمام. نعم. نبدأ ب إن شاء الله أفكار معارض أفكار هذا البحث إذا ممكن. يتضمن هذا البحث التعريف ببنية النواة، مما تتكون النواة، الجسيمات المكونة لها هي البروتونات الموجبة والنيترونات المعتدلة الشحنة، ومن ثم ترميز النواة، ويرمز للنواة برمز العنصر، ويضاف إليها عددين ثابتين في اليسار الرمز. العدد الأول يدل على عدد البروتونات، يكتب في أسفل ويسار الرمز، والعدد الآخر في أعلى ويسار الرمز، ويدل على عدد البروتونات وعدد النيترونات، أي على عدد النيكلونات أو الجسيمات الكلي في النواة. في النواة. نعم. أستاذ محمد، أسعد الله أوقاتك أستاذ محمد. أيضا طبعا مر مع الطالب في صفوف سابقة، سواء بالأول الثانوي أو الثاني الثانوي أو حتى في المرحلة الإعدادية، مكونات الذرة. زميلنا الأستاذ عبد الله وضح مكونات النواة، والبحث هو الكيمياء النووي. الكيمياء النووي. وذكر أيضا أن الشحنات، شحنة النواة، تحدث حبذا لو تحدثنا عن الذرة ثم ندخل نعود إلى موضوع النواة. أول شيء نتمنى التوفيق لطلابنا بالامتحانات، نتمنى يكون الدراسة مركزة وتحفظ النقاط العلامة الرئيسية بكل بحث مشان تقدر تجاوب، يعني تعرف هذه المعلومة لوين بدها تفيدك في الإجابة على أي سؤال بينطرح عليك. بما أنه عم نحكي عن بنية النواة، النواة هي جزء من الذرة، والكل بيعرف أن الذرة في حالتها الأساسية مستقرة كهربائيا. تماما. فتتكون الذرة من شحنات، فيها شحنات موجبة وفيها شحنات سالبة. فالنواة حكى عنها الأستاذ عبد الله، فيه مكونات، فيه نيترونات متعادلة كهربائيا، وفيها البروتونات تحمل شحنة موجبة. أضف إلى ذلك في بنية الذرة هناك الإلكترونات، والإلكترونات تحمل شحنة سالبة. فالذرة في حالتها الأساسية هي متعادلة كهربائيا، يعني مجموع الشحنات الموجبة يساوي مجموع الشحنات السالبة. من يمثل الشحنات الموجبة هي البروتونات. إذا عدد البروتونات يجب أن يساوي عدد الإلكترونات في الذرة. فلما نحكي نحن مثلا
ذره لنقل ذره الصوديوم كمثال. تمام. على اسفل ويسارها بيحط لك مثلا رقم 11، يعني هي في نواه الصوديوم في عندنا 11 بروتون، اذا يقابل ذلك في ذره الصوديوم يدور حول هذه النواه 11 الكترون تحمل شحنه سالبه. اعلى ويسار الصيغه بيحط لك مثلا رقم 23، 23 هو مجموع عدد البروتونات وعدد النيترونات. تمام. فاذا عرفنا العدد الكتلي، نحن العدد الكتلي او مجموع النكليونات، حتى استاذ عبد الله ايضا اشار الى العدد الكتلي. فمن هون فينا نعرف نحن من خلال اي عنصر بيعطيني، صرنا نعرف كم الكترون، كم بروتون موجود في الذره، كم نيترون موجود في هذه الذره. تمام. وكانني استاذ عبد الله، استاذ محمد اسمحوا لي، كأننا نناقش، طالما تفضلت أستاذ عبد الله، أن الوحدات ما يؤلف كتاب الكيمياء هو وحدتان، الأولى تختص بالكيمياء النووية والجزء الآخر الكيمياء الكهربائية، وكأننا نناقش في القسم الأول فقط النواة، والقسم الآخر بشكل عام الذرة، ونختص بها هنا الحديث عن الإلكترونات، كما نقول الخلايا الكهربائية أو الأبيال أو السلسلة. تمام. سلسلة الكهروكيماوية. نعم. طب أيضا لو تضعنا أستاذ عبد الله بموضوع فقرات الكيمياء النووية، سنعود لبحث الكيمياء النووية، ما يحول من أفكار، يعني فكرة النظائر عنصر، ما المقصود هي نظائر عنصر؟ هي عناصر لها نفس عدد البروتونات وتختلف عن بعضها بعدد النيترونات. تمام. نعم. حبذا لو نثبتها على الورقة إذا النظائر ونذكر أمثلة. نذكر مثال النظائر لعنصر هي عناصر أو نوى لها نفس عدد البروتونات، أي لها نفس رقم الشحنة، وتختلف عن بعضها بعدد النيترونات، أي برقم الكتلة. مثال على ذلك لليورانيوم نظيران، هما يورانيوم 230 35 90 92، عدد ذري 92، والنظير الآخر له 230 38 90 92. الرقم الذي في الأسفل واليسار يدل على عدد البروتونات. تمام. ونلاحظ بالنظيرين أن العدد نفسه، أما عدد الكتلي أو رقم الكتلة ويدعى أحيانا بعدد النكليونات فمختلف، فأحد النظيرين يزيد رقم كتلته عن الآخر بمقدار 3. أيضا للهيدروجين ثلاثة نظائر، الهيدروجين العادي ويرمز له بأتش واحد، أي تحوي نواة هذا النظير على بروتون واحد. النظير الآخر ويدعى بالدوتريوم، تحوي نواته على بروتون واحد ونترون، رقم كتلته أو عدد الكتل 2. النظير الآخر الثالث ويدعى بالتريتيوم، تحوي نواته على بروتون واحد ونترونين، فمجموع يساوي 3. إذا هنا أستاذ عبد الله، أستاذ محمد، النظائر، موضوع النظائر، وكأننا أمام بصمة مميزة، إذا اختلف العدد الذري يختلف العنصر. أما إذا بقي العدد الذري كما هو يبقى العدد أو يبقى العنصر نفسه، ولكن انتقلنا إلى النظير طبعا. تمام. ولكن هنا أستاذ محمد يحطوني سؤال، أنا أسأل هنا بلسان سؤال طالب. فهل تختلف الصفات الفيزيائية، الصفات الكيميائية للنظائر عن بعضها؟ بالنسبة للصفات أو الخواص الكيميائية ما بتتغير بين العنصر والنظير. بالنسبة لأنه الخاصة الكيميائية المقصود فيها هي التفاعلات التي يقوم بها العنصر. تمام. أما الخاصة الفيزيائية طبعا بقى تختلف.
لأن الخاصة الفيزيائية مقصود فيها كتلة حجمية، مقصود فيها كثافة. تمام. فتغير الكتلة مع تغير الكثافة غيرت الكتلة، إذا هناك اختلاف في الصفات الفيزيائية، لكن بالصفات الكيميائية لا ما في. تدخل في التفاعلات. تدخل في التفاعلات نفسها. تمام. لأنه اللي عم يشارك بالتفاعل الكيميائي هي الإلكترونات الطبقات الأخيرة. تمام. طالما الإلكترونات لم تتغير، يعني طالما البروتون لم يتغير، إذن عدد الإلكترونات لم يتغير. إذن هذا السلوك في التفاعل نخلص. لم يتغير. تمام. نخلص إلى أن النظائر تشترك أو متساوية في الأعداد الذرية وتختلف بأعداد الكتلة. طبعا الاختلاف بأعداد الكتلة هو اختلاف بأعداد النيترونات. النيترونات. نعم. تمام. نعم. الصفات الكيميائية نفسها تختلف بالصفات الفيزيائية. ايضا هنا يحضرني ايضا سؤال او تتم ايضا لموضوع الكيمياء النووي. هناك نشاط اشعاعي طبيعي، يعني الذرات، بعض الذرات تكون غير مستقره، بعض الذرات تكون او بعض النواه غير مستقره اكثر دقه مستقره، وبعضها الاخر غير مستقر. ما المقصود بالمستقره وغير مستقره؟ لما بتكون النواه مستقره يعني هون بيكون عدد البروتونات وعدد النيترونات متساوي تقريبا. تمام. لما بناخذ نسبه بين بروتون نيترون بنلاحظ النسبه قريبه الى الواحد، هون بتكون الذره مستقره. تمام. لكن اذا ازداد احدهما عن الاخر، يعني صار في فرق كبير بين عدد البروتونات وعدد النيترونات، هون تصبح الذره غير مستقره. يعني شذوز صارت شذت عن خط الاستقرار. تمام. فهون بهالحاله الذرات دائما تسعى الى الاستقرار، فهون بيصير عندها شيء اسمه نشاط اشعاعي طبيعي. تمام. فتطلق جسيمات لحتى تعود الى مرحله الاستقرار. تمام. لحتى تعود. تمام. فاثناء عمليات الجسيمات هون بدنا طالب يعرف شو هي الجسيمات اللي بتطلقها النواه العنصر غير المستقر حتى تعود الى مرحله الاستقرار. يعني هي يا اما بتخسر بروتونات يا اما بتخسر نيترونات. تمام. يتحول الى نواه مستقر. فعندنا نموذجين نحن من الجسيمات، هي جسيمات ألفا وجسيمات بيتا. جسيمات ألفا تشبه نواة الهيليوم للطلاب يعرفها، عدد الكتل 4 والذر 2. فإذا أطلقت نواة العنصر جسيم ألفا معناتها هون بدنا نفهم شغلة واحدة، إنه عدد الكتل اللي بده ينقص بمقدار 4 لكن العدد الذري بده ينقص بمقدار 2. تمام. هي قاعدة لازم يحفظها الطالب، لأنه أثناء كتابة التفاعل النووي هذه قاعدة عامة يجب مراعاة مصونية العدد الكتلي أو مصونية عدد النكليونات ومصونية العدد الذري، لازم نكون حافظين عليها. يعني مجموع أعداد الكتلي في الطرف الأول يجب أن يساوي مجموع الأعداد الكتلي في الطرف الثاني، ومجموع الأعداد الذري في الطرف الأول يساوي مجموع الأعداد الذري في الطرف الثاني. هي الخاصة متى ما حفظ الطالب المعادلة النووية قدامه صار بإمكانه يقدر يجاوب عليها بكل بساطة. أستاذ عبد الله هل لديك مثال؟ نطرح مثال على إصدار جسيم ألفا. جسيم ألفا لعنصر نشيط كيميائيا، مثال عنصر الراديوم المشع يرمز له RN، عدد الكتل 226 وعدد الذري 88. نواة هذا العنصر تصدر جسيمة ألفا متحولة إلى نواة عنصر آخر أكثر استقرارا وهو عنصر الرادون، عدد مع إصدار جسيمة ألفا. رمز جسيمة ألفا HE 4-2، هي عبارة عن نواة ذرية الهيليوم تطابق نواة ذرية الهيليوم. العدد الذري لنواة الراديوم ينقص بمقدار 2 ويصبح العدد الذري للنواة الجديدة 86. أما العدد الكتلي أو رقم الكتلة ينقص بمقدار 4، يبقى من 226 222. هذه المعادلة يجب أن تحقق قانونين، قانون مصونية الكتلة وقانون مصونية الشحنة. لاحظ أن الطرفين متساويين سواء من حيث أعداد الكتلة أو من حيث أعداد الذر. حتى لو نكتب المعادلة العامة لموضوع المعادلة العامة أو نقول التفاعل من النوع المعادلة العامة لإصدار هذا النوع من أنواع الإشعاعات نرمز بشكل عام لنواة العلتين إكس، حرف سين يدل على عدد البروتونات وحرف الكاف يدل على عدد النيكليونات أو رقم الكتلة،
هذه النواة تتحول إلى نواة جديدة يتغير تركيبها، فنحصل على نواة نرمز لها جديدة، نرمز لها بحرف واي، رقم الشحنة أصداف جسيمة ألفا، نكتب جسيمة ألفا 4 2، رقم الكتلة ينقص بمقدار 4 فيبقى كاف ناقص 4، أما العدد الذري ينقص بمقدار 2 يبقى بالنسبة للنواة الجديدة سين ناقص 2. هي معادلة الأصداف العامة لهذا النوع من أنواع الجسيمة. إذا هنا نلاحظ أن مجموع أعداد الكتلة في طرفي التفاعل متساوي. ومجموع الأعداد الذرية في طرفي التفاعل نعم أيضاً متساوي. طب هنا يحضرني سؤال أيضاً يريدنا أحياناً بالتصحيح، وجميعنا صححنا سابقاً. نعم. بعض الطلاب ممكن يكتب إكس بالطرف اليساري وإكس في الطرف اليمين. يعني العنصر هنا يعني. تماماً بدل أن يكتب واي يكتب إكس. يعني أنا برأيي طالما حدد هو ماسونية الكتلة وماسونية العدد الذري بظن ما في مشكلة. ولكن أليس هنا اختلف العنصر؟ يعني اختلف طالما العدد الذري اختلف العنصر الاختلاف. هلا إكس هي رمز. إكس هي رمز. إكس هي رمز يعني. هي يفضل الأصح هو الأصح يغير. طبعاً. هو الأصح يغير، بس يعني نحن الهدف من تحول ألفا يعرف الطالب شو اللي عم يصير في النواة. تمام. نحن نريد هنا أن نثبت معلومة ثابتة. طبعاً بالطرف اليساري إكس بالطرف اليميني واي، هذا كرموز، ولكن في المعادلات النووية فلنقل عملياً كما كتب الأستاذ عبد الله الآن عنصرين مختلفين. طالما اختلف العدد الذري يجب أن يختلف العنصر. أيضا هناك لدينا تفاعل آخر من نوع آخر من النوع بيتا، من النوع بيتا. حبذا كمان أيضا تكلم عنه. التحول من النوع بيتا أيضا هو نوعين، تحول من النوع بيتا السالبي السالب، وتحول آخر من النوع بيتا الموجب. البيتا السالب يتم فيه إصدار الكترون سالب، أما البيتا الموجب يتم فيه إصدار الكترون موجب من قبل النواة غير المستقرة. تمام. يمكن نكتب معادلة المعادلة العامة لإصدار هذا النوع من النواة. والله حبذا. نعم. النواة الغير مستقرة التي يمكن نرمز لها برمز إكس، رقم عدد الكتل أو رقم الكاف، سين عدد ذري، تتحول هذه النواة غير المستقرة إلى نواة مستقرة أكثر، نرمز لها برمز جديد واي زائد جسيمة بيتا السالبة. بيتا السالبة هي عبارة عن جسيمة تطابق الإلكترون السالب. الإلكترون السالب. يمكن نرمز لها برمز إي، صفر، عدد الكتلي صفر، و عدد الذري ناقص واحد أو رقم الشحنة ناقص واحد. بالنسبة لعدد الكتل للنواة الجديدة يبقى نفسه كاف، أما العدد الذري يزداد بمقدار واحد، تفسر هذه الزيادة بأن نيوترون من نيوترونات النواة قد تحول إلى بروتون موجب وإلكترون سالب. النيترون تحول من نيترون الى بروتون يستقر ضمن النواة، ضمن النواة، والكترون خرج جسيم بيتا. وعلى هذا نفسر اننا لم يتغير العدد الكتلي، العدد الكتلي بقي ثابتا، كون عدد النيترونات نقص واحد البروتونات زاد واحد يبقى العدد ثابتا. عدد النيوكلونات لم يتغير. عدد النيوكلونات لم يتغير. هل لدينا مثال ايضا؟ ممكن نطرح مثال ايضا على هذا، ولكن هذه المعادله اعتقد انها ينقصها جسيمي زائد، نعم نحن لم نتمم، ينقصها جسيمي عديمه الشحنه والكتله تدعى نترينو. هذا هو رمزها. تمام. نعم. مثال على هذا النوع من انواع التحولات، عنصر الصوديوم Na عدد الذري 11 20 24 يتحول الى عنصر المغنيسيوم Mg زائد جسيمة بيتا السالبة ناقص واحد ونترينو.
بالنسبة للعدد الكتلي أو رقم الكتلي يبقى نفسه 24، أما العدد الذري يزداد بمقدار 1 فيصبح 12. بحيث أن إذا جمعنا الأرقام في الطرفين سيبقى ثابتا. نعم، معادلة تحقق نعم ماسونية الشحنة وماسونية الكتلة 12 حتى ماسونية الطاقة أيضا وماسونية الطاقة نعم 12 ناقص 1 يساوي 11 عن 11 بوتون بالطرف الأول أو 11 شحنة موجبة. أما أرقام الكتلة في الطرف اليمين 0 زائد 24 يساوي 24 في الطرف الأول. هنا إذا ورد سؤالا فقط مثلا بالامتحان نعم. الطالب يعني هنا لو كان هذا السؤال فرضا نعم. ورد ضمن الأسئلة على ماذا يدقق الطالب؟ يجب أن يعلم الطالب أن في أن هناك بعض الجسيمات العنصرية يجب أن يعلمها. تمام يحفظ. وهو ما أود نعم. أسأل عنه. من هذه الجسيمات العنصرية جسيمة ألفا، يجب أن يعرف رمز جسيمة ألفا. تمام. عدد الذري، عدد الكتلي، وجسيمة بيتا أيضا رمزها رقم شحنتها عدد الكتلي من أجل موازنة معادلة من أجل موازنة المعادلة. إذا هذا النمط من التفاعلات النوع الأول من التفاعل بيتا. نعم. النوع الثاني أستاذ محمد، النوع الثاني من تحول بيتا هو انطلاق إلكترون موجب أو ما يسمى البوزيترون. نعم. انطلاق الالكترون من كلمة الكترون موجب بدك تنتبه انه البروتون هون بده يتفكك. تمام. هون البروتون بده يتفكك بده يعطينا يتحول الى نواة عنصر جديد مطلق الكترون موجب او ما يسمى البوزيترون. نعم. يعني هون خسرنا العدد الذري خسرنا واحد. يتفكك بروتون اذا العدد الذري نقص بمقدار واحد. اذا في التفاعل من نمط بيتا الاول يفسر على ان النيترون تحول الى بروتون نعم. فزاد العدد الذري. تمام. وهي من يمثل العدد الذري هي البروتونات. تمام. فلما نقول نيترون تفكك تحول الى بروتون اذا العدد الذري ازداد. زاد بمقدار واحد. بمقدار واحد. لما النموذج الثاني لما نقول البروتون يتفكك اذا خسرنا نيترون خسرنا بروتون اذا العدد الذري بده ينقص. تمام. العدد الذري بده ينقص. اذا بالنمط الاخر هو بروتون تحول الى نيترون. والجسيمات الأولية اللي حكى عنها الأستاذ عبد الله إن كان جسيم بوزيترون أو بيتا العدد الكتلي صفر. تمام. إذا هون عم يطلع عنا نحن انحفاظ في العدد النكليونات أو ما يسمى العدد الكتلي. إذا نقول العدد الكتلي لا يتغير إذا كان نموذج بيتا العدد الذري يزداد بمقدار واحد، بالنموذج البوزيترون العدد الكتلي برضه ثابت لكن العدد الذري ينقص بمقدار واحد لأنه خسرنا نحن بهالحالة أو خسرت النواة بروتون وتحول الى نيترون موجب او بوزيترون. تمام. نتابع استاذ عبد الله. نعم. ايضا هذا نشاط اشعاعي طبيعي بنسميه، في صناعي كمان النشاط الاشعاعي الطبيعي. هناك اذا ناقشنا الان تحول من النوع او عفوا مو تحول تفاعل من النوع الفا الفا من النوع بيتا. النوع بيتا هو نوعان في بيتا موجب وبيتا سالب مع تفسير لإصدار النواه لجسيم بيتا سواء بيتا موجب او موجب. نعم تفضل. بقي عندنا فكره اللي هي التفاعلات النوويه. هذه تحدث تفاعلات على بعض النواة من خلال التقاطها لبعض الجسيمات الأولية متحولة إلى نواة أخرى. هناك ثلاث أنواع من التفاعلات. التفاعل الأول تفاعل التحول، التفاعل الثاني تفاعل الانشطار، والتفاعل الثالث هو تفاعل الالتحام. التحول يتحول فيه العنصر إلى عنصر آخر أو النواة إلى نواة جديدة بعد التقاطها أو صدمة بجسيمة أولية. التفاعل الانشطار تنشطر النواة الغير مستقرة بعد أن تكون مستقرة، نقذفها بجسيمة فتصبح غير مستقرة وتنشطر إلى نواتين خفيفتين متوسطتين. نعم، أخف من النواة. نعم، أخف من النواة الأصلية وبعض الجسيمات الصغيرة مع انتشار طاقة. أما النوع الأخير التحام تلتحم فيه نواتان خفيفتان لتشكيل نواة ثقيلة، وهذا التفاعل يحتاج إلى شرطين. تمام. تحقيق شرطين. الشرط الأول هو أن تتلامس النواتان مع بعضهما،
والشرط الأخير درجة حرارة عالية جدا لكي يحدث التفاعل. اطرح مثال بسيط على كل منها. اطرح مثال على إذا أول تفاعل التحول. تفاعل التحول، يتحول الألمنيوم 20 عدد الكتلي 27 13 عند قذفه بجسيمة ألفا 4-2، يتحول هذا العنصر إلى عنصر الفوسفور 30-15 وجسيمة أولية هي النترو 0-1. نعم تمام. هذا إذا هنا لو حققنا أو دققنا النظر بموضوع الأعداد. الأعداد نعم. بالطرف اليساري. الطرف اليساري أعداد الذرية أو أرقام الشحنة ممكن نسميها. تمام. عندنا 13 بروتون زائد 2 بروتون يساوي 15 بروتون. الطرف اليمين 15 زائد 0 يساوي 15. تمام. أعداد الذرية في الطرفين متساوية. أما أعداد الكتلة 27 زائد 4 يساوي 31، 30 في الطرف الثاني 30 زائد 1 يساوي 31. المعادلة محققة لقانوني مصونية الشحنة والكتلة. طب. نعم. مثال آخر على التحولات أيضا. على تفاعل الانشطار ممكن نطرح مثال على تفاعل الانشطار، انشطار اليورانيوم 235. نواة اليورانيوم 235 مستقرة، نصدمها بجسيمة نترون، نترون بطيء 1-0، تتحول إلى نواة غير مستقرة 200، عدد الكتل يزداد 236، أما العدد الذري يبقى كما هو. هذه النواة الغير مستقرة تنشطر إلى نواتين خفيفتين، النواة الأولى رمز لها ب Y والنواة الأخرى I، مع صدور جسيمات عنصرية هي عبارة عن نترونات سريعة. العنصر الأول أو النواة الأولى الخفيفة عدد الكتلي 95، عدد الذري 39، أما النواة الأخرى عدد الذري أو عدد الكتلي 30-138، عدد الذري 53. إذا جمعنا الأرقام بالطرف اليسار نلاحظ أن نواة اليورانيوم 236 عدد الذري 92، الطرف الآخر اليمين 39 زائد 53 يساوي 92 زائد 0 يساوي 92، الصفر الحيادي في الجمع. تمام. أرقام الكتلة 95 زائد 138 يساوي 141 زائد 1 عفوا 241 زائد 1 يساوي 200. عفوا استاذ عبد الله، ممكن ننزل ورقه قليلا نحو الاسفل حتى نتابع. 95 138 يساوي 233. نعم 233. لذلك نحتاج الى ان يكون 3 نترونات. نعم 3 نترونات ينتج عن هذا الانشطار 3 نترونات، 3 جسيمات عنصرية، 3 نترونات، 3 بواحد يساوي 3 مع 233 يساوي 236. إذا أيضا هنا قانون حفاظ مصونية الكتلة أيضا محفوظ، وقانون مصونية الشحنة أيضا محفوظ. إذا بقي لدينا تفاعل، تفاعل هو تفاعل الالتحام. نعم. من أمثلة على تفاعل الالتحام، التحام الليثيوم، نواة الليثيوم 6-3 مع نواة الدوتريوم اللي هي النظير الثاني للهيدروجين 2، تتحول هذه النواة إلى الهيليوم نواة جسيمين ألفا 4-2 زائد
عفوا نواة جسيمتين فقط، جسيمتين من النوع ألفا، هي نواة وحيدة ولكن مضاعفة. نعم مضاعفة، نعم ثقيلة. وهذا التفاعل كما ذكرنا يحتاج إلى شرطين لحدوثه، درجة الحرارة العالية جدا، نعم، وتلامس النواة. هنا أيضا نلاحظ أن 6 للليثيوم على الكتاليز زائد 2 للديتيريوم. طبعا هنا الديتيريوم أبناء الطلبة ممكن نرمز له برمز دي، ممكن نرمز له برمز آش. نعم اش 1-2، نعم هي نفسها دي 1-2 ايضا، نعم هي نفسها كما وردت في الكتاب هكذا. مثال الكتاب هو دي ورد، تمام. 2 في ضرب 4 تعني انه جسيمها 2 تعني انه جسيمتين من النوع الفا. تمام نتاكد او نتحقق من قانون موصوليه الشحنه وموصوليه الكتله. 2 ضرب 4 يساوي 8، العدد مجموع اعداد الكتله 8. 2 طرف اليساري ايضا، طرف اليساري يساوي 8، نعم. الاعداد الذريه في الطرف اليمين 2 ضرب 2 يساوي 4، والطرف اليسار 3 زائد 1 يساوي 4. طبعا بتفاعلات الانشطار وتفاعلات الالتحام يرافق ذلك انطلاق طاقة هائلة، نعم. كبيرة جدا، ممكن ندوه نعم الطاقة النووية، نعم. او حرارية. طبعا انا أردت أن أتكلم أيضا هنا عن موضوع طاقة ارتباط النواة أيضا، نعم، وعلاقة أينشتاين حبذا أستاذ محمد نتكلم عنها. طبعا نتكلم بالنسبة لمكونات النواة، لو أخذنا وزن مكونات النواة قبل تشكيل النواة وزناها بعد تشكيل النواة نلاحظ هناك فرق في الكتلة. تماما. فالفارق في الكتلة بين مكونات النواة وهي حرة ومكونات النواة بعد تشكيل النواة، هذا الفارق في الكتلة يتحول إلى طاقة، هي بنسميها طاقة ارتباط النواة التي تجمع مكونات النواة داخل النواة رغم وجود قوى تنافر كهربائي بين البروتونات. إذا هناك طاقة ارتباط نووية. تمام. كيف نحصل طاقة الارتباط النووي؟ عندنا علاقة أينشتاين المعروفة، ط تساوي كاف بسين ضاد. ط تساوي كاف الكتلة. كاف طبعا بسين ضاد. سين ضاد أو سين ضاد طبعا ورد في الكتاب المدرسي ضاد. إذا ضاد هي سرعة الضوء، هي ثابت دولي معروف، و 3 × 10^8 متر بالثانية، والكاف هي مقدار النقص في الكتلة أو الفرق التي تحولت إلى طاقة. نعم. يعني هي الفرق بين كتلة مكونات النواة وهي حرة وكتلة مكونات نواة بعد تشكيل النواة. النواة. سواء إذا كان لدينا نواة وأردنا أن نجزئ هذه النواة يجب صرف طاقة على هذه النواة، أو العكس أيضا، نعم. لدينا مكونات النواة ونريد أن نجمع هذه المكونات، نعم. يجب علينا أيضا صرف طاقة لتشكيل تلك النواة. نعم. إذن هذه الطاقة تسمى طاقة الارتباط. نعم. نعم. لدينا اتصال. ألو مرحبا. يا هلا أهلا أهلا. بس أستاذ أنا طالب بكالوريا عندي. أهلا وسهلا فيك أستاذ. بس في عندي شوية بالتفاعلات النووية الصناعية. التفاعلات النووية الصناعية، تفضل. ما هو السؤال محمد؟ أستاذ بس يعني عم خربط بيناتهم وبين الطبيعية. تمام. أخي محمد عم يسأل، هو يلتبس عليه الأمر بين التفاعلات النووية الصناعية والتفاعلات النووية الطبيعية. طبعا محمد هو طالب ثانوي علمي. علمي. فطالما نحن تطرقنا إلى موضوع الكيمياء النووية فلا يعني ضير من الإجابة على السؤال. نجاوبه، ما في مشكلة. تمام. يعني هلا بس نفهم منه ليش عم يخربط فيه مشان نعرف. محمد معي لساعة على الخط. إيه شو الإشكال اللي عم يصادفك محمد؟ يعني لما يطلب معي شو نوع التفاعل هذا؟ إذا أول عقبة عم تصادفك هو نوع التفاعل، تحديد نوع التفاعل. تحديد نوع التفاعل. تمام. وأيضا شو العقبة الثانية ممكن يصادفك فيها؟ لا بس هي بس. تمام. هلا خليك معنا يا محمد. طيب. بالنسبة للتحولات الطبيعية دائما يذكر نوع التحول، يعني ياما بده يجي يكتب لك يتحول مثلا اليورانيوم الى الثيريوم وفق تحول من النموذج الفا، اكتب المعادله النوويه.
أو يتحول الثيروم إلى بروتاكتيني وفق تحول من النموذج بيتا، اكتب المعادلة. إذا هو حدد النموذج. إذا أحد الأمور التي يجب أن ننتبه إليها يحدد نوع التحول الطبيعي، يحدد الطبيعي. أما بالنسبة للتفاعلات الصناعية فبدك تنتبه أنت، في التقاط وفي تطافر وفي انشطار وفي اندماج. لما هو عم يعطيك معادلة مثلا، أعطاك النحاس في الطرف الأول، أعطاه قذيفة نووية وطلع النحاس في الطرف الثاني، لم أعطانا نظيره يعني نواة العنصر لم تتغير، إذا هذا هو تفاعل التقاط. لا نستطيع أن نسميه هنا تفاعل الحول. تطافر. تطافر لا، التقاط أو انشطار. أو انشطار. تمام. طالما نواة العنصر في الطرف الأول هي نفسها في الطرف الثاني فاسمه التقاط، هيك بدك تحفظهم. لكن إذا أعطاها قذيفة نووية وشفت عنصر جديد مع جسيم أولي جديد، إذا هو تطافر. وضح يا محمد؟ طيب إيش الفرق بين الالتقاط والانشطار؟ بين الالتقاط فيها النواة تلتقط القذيفة النووية دون أن يرافق ذلك أو لا يرافق ذلك تغير في النواة. يعني تبقى الأستاذ محمد طرح فكرة أو نواة النحاس تعطي نفس ورد النحاس في الكتاب المدرسي، تبقى نحاس. تبقى نحاس. أما الانشطار لا، يختلف. الانشطار وردت لدينا مثال عليها، أيضا مثال بكتاب البكالوريا العلمي، أيضا ورد الانشطار بيعطي الباريوم والكريبتون. اختلفت النواة. إذا أنا كيف أميز بين الانشطار وبين التفاعل الانشطار وبين تفاعل التطافر أو الالتقاط؟ الالتقاط لا يرافق ذلك تغير في النواة العنصر. واضحين؟ أما الانشطار لا، تتحول فيها النواة بعد قذفها بقذيفة نووية فتتحول إلى نواتين جديدتين. كان يورانيوم أصبح نواتين جدد غير اليورانيوم. تفضل اتصال. أيضا إذا لديك أستاذ محمد بالنسبة للكيمياء، إني هون دائما بيخربطوا الطلاب. يعني هلا نحن عندنا بالتفاعلات الصناعية بالبكالوريا العلمي في عندنا 4 تفاعلات. تمام. في عندنا الالتقاط، في عندنا التطافر، وفي عندنا الانشطار، وفي عندنا الاندماج بنسميها نحن، هو الالتحام. تمام. هلا بالنسبة للالتقاط دائما القذيفة النووية عم يكون العدد الذري عندها 0. تمام. يعني دائما عم تؤخذ على النيترون. ليش؟ لانه هو افضل قذيفة، افضل قذيفة. وغير عن هيك هو ما عم تغير بنية النواة. تمام. عم تبقى النواة نفسها، عم نضيف نحن للعدد الكتلي رقم 1، يعني عم نوصل الى عنصر النظير. النظير. عم نحافظ على العدد الذري. تمام. تمام، هذا بنسميه التقاط. لما بيجي التطافر غالبا عم تكون القذيفة النووية تحمل عدد ذري. فهون لما عم يصطدم عدد ذري مع عدد ذري فعم يتحول الى نواة عنصر جديد. تمام. وعم يطلق جسيم أولي. هنا هذا نسميه تطافر. لا أعلم إذا كنت توافقنا الرأي أستاذ محمد. أيضا لما يرد سؤال حول حدد نوع التفاعل أو هناك ما يدل على طبعا هو بده يحفظ حتى الدليل. لو لم يقل الطالب مثلا أنه هو تحول من نوع بيتا، طالما ورد ضمن التفاعل جسيم بيتا أو جسيم ألفا، على الطالب أن يتقن، بده يعرف أنه هذا تحول بيتا، هذا تحول ألفا من خلال معادلة. يعني معادلة واضحة، ممكن أن تكون صياغة السؤال توحي له، توحي بإجابة، يقرأ السؤال بشكل جيد يفهم شو المعطى فيه ليعرف الجواب. تمام. يعني بده يعرف هلا في عندك أثر إلكتروني كمان، بده يعرف من خلال التغيرات التي تحصل على العدد الذري والكتلي. أكيد. هلا لما بيعطيني عدد ذري ناقص 4 إذا أنا لازم أعرف أنه ألفا. تمام. لما بيعطيني تفاعل فيه مثلا العدد الذري ازداد، العدد الكتلي ما ازداد، معناته بيتا. ومن هنا نحن يعني نشدد على ابنائنا الطلبه بقيام باتقان الاعداد للجسيمات الاوليه. الاوليه هي حفظها. هي يجب ان يحفظها الطالب ويتقنها بشكل جيد حتى يستطيع الاجابه بشكل جيد. اذا كنا قبل الاتصال استاذ عبد الله انتهى بالنسبة للوحدة الكيمياء النووية. إذا ممكن نضع سؤالا هيك ختاميا لموضوع الكيمياء النووية، صيغة سؤال كما ورد في إحدى الدورات السابقة. نعم ممكن نضع سؤال في أحد الأسئلة كمثال: وازن المعادلة النووية الآتية بوضع الأرقام المناسبة في المربعات الفارغة.
تماما رقمين محذوفين نريد وضع هذه الأرقام. هذا السؤال وارد بالكتاب المدرسي. نعم بالكتاب المدرسي طبعا. نعم وهذه المعادلة وضع الأرقام المناسبة في المربعات الفارغة. نحن علينا أن نحقق قانون ماسونية الكتلة وقانون ماسونية الشحنة. بالنسبة للطرف اليسار رقم الكتلة 226، مجموع أرقام الكتلة في الطرف اليمين يجب أن يساوي 226. يجب علينا إضافة رقم للأربعة حتى يكون الناتج 226. عملية طرح ذهنية بسيطة ممكن نوجد الناتج 226 ناقص 4 يساوي 222. بالنسبة للأعداد الذرية عدد البروتونات بالطرف اليمين عندنا 86 زائد 2 يساوي 88. يجب أن يكون عدد البروتونات في الطرف اليسار أيضا مساوي له، فنجمع الرقمين 86 زائد 2 يساوي 88. أحد الأسئلة اللي ممكن السؤال الآخر. نعم. ما نوع هذا التحول؟ نلاحظ أنه في الطرف الآخر جسيمة من النوع ألفا، لذلك يدعى هذا التحول التحول من النوع ألفا. ما نوع هذا التحول؟ نوعه ألفا، لأنه صدر جسيمة. لأنه صدر جسيمة ألفا. إذن هنا يعني نحن بالمجمل يجب علينا أن ننتبه إلى مجموع الأعداد الذرية في الطرفين ومجموع الأعداد الكتلية أيضا في الطرفين، وماذا يصدر عن النواة كجسيمة. نعم نحدد من خلال الجسيمة نوع التحول ونوع التفاعل. تمام. ننتقل الآن إلى القسم الآخر، الوحدة الأخرى اللي هي موضوع الكيمياء العامة، الكيمياء العامة أو الكيمياء الكهربائية. الكيمياء الكهربائية تتحدث عن سلسلة الإزاحة والنشاط الكيميائي لبعض العناصر الكيميائية. تمام. هون على الطالب أن يكون حافظ لبعض الرموز الكيميائية أو العناصر الكيميائية وتكافؤاتها. تمام. يعني لا سيما العناصر الشهيرة كالمعادن. تمام. والمعادن الشهيرة كالحديد والنحاس وإلى آخره من المعادن اللي نحن دائما على احتكاك معها دائما. رمز العنصر وتكافؤه يجب أن يعلمه الطالب من أجل كتابة صيغة مركب، وبالتالي من أجل كتابة معادلة كيميائية. تمام. لأنه كتابة صيغة المركب تعتمد على الرموز والتكافؤات للعناصر. هي ألف باء تاء الكيمياء. نعم. هي الرموز أساسي. الرموز لا يستطيع أن يعبر. يجب أن يعلم بعض الرموز وتكافؤاتها، لأن الكيمياء هي كيمياء معادلات وصيغ ورموز، فهي أشياء أساسية. أعتقد أن منهاج الكيمياء للصف الثالث الثانوي المهني هو بسيط، ليس معقدا. نعم بسيط. حتى الأفكار التي بسيطة بين دفتي الكتاب هي أفكار بسيطة ليست صعبة. نعم. وسهلة الحفظ والفهم أيضا. نعم. أستاذ محمد، السلسلة حبذا لو أستاذ عبد الله توافقنا. نعم. على يعني هون الهدف من السلسلة هي معرفة النشاط الكيميائي. تمام. ازدياد النشاط الكيميائي، كيف يزداد النشاط الكيميائي، مين العناصر أنشط من عناصر، لما ندخل بالتفاعلات مين في يزيح المركب أو العنصر من مركباته. طبعا. يعني هون بنعرج فيها ضمنيا على عمليات الأكسدة والإرجاع، يعني العنصر الأنشط كيميائيا يستطيع أن يتخلى عن الإلكترونات بسهولة فيستطيع إرجاع العنصر لأقل نشاط. طبعا. كيميائي منه، والعنصر الأقل نشاط بيسحب الالكترونات فهو يعتبر مؤكسد بالنسبه للعنصر النشيط. تمام. اذا هنا يجب ان نقف عند موضوع الاكسده والارجاع اجباري، لازم يكون طالما لها علاقه ايضا بموضوع السلسله والنشاط. اذا السلسله التي وضعتها استاذ محمد استاذ عبد الله عباره عن سلسله لبعض العناصر مرتبه حسب نشاطها الكيميائي. طبعا من الادنى الى الاعلى نقراها. من الذهب كعنصر معدني اضعف في هذه السلسله الى أقوى عنصر فيها هو المغنيسيوم. هناك عناصر أخرى لكن هذه العناصر الشهيرة مهمة. وهناك عنصر هو يعتبر يعني مبدأ كمبدأ. نعم ليس بمعدن، هو غاز الهيدروجين. وضع في هذه تؤخذ بالنسبة له. نعم تؤخذ بالنسبة له نشاط المعادن
اللي بعد الهيدروجين او اللي قبل الهيدروجين، فالعناصر اللي قبله تكون اقل نشاط كيميائي، وصنف مع المعادن كونه ممكن ان يعطي الالكترون. يسلك سلوك المعادن احيانا من حيث خسارته الالكترونات او اكتسابه الالكترونات، وعنصر شهير لذلك ادرج مع سلسله الازاحه، وفينا نعتبره كمبدا قبل الهيدروجين وما بعد الهيدروجين. عناصر ما بعد الهيدروجين تكون انشط منه تستطيع ازاحته، وعناصر قبل الهيدروجين لا تستطيع إزاحة هذا العنصر من مركباته، أهم مركباته هي الحمض. تمام. أهم مركبات. يعني هون نستفيد نحن من السلسلة بتأثير الحموض على المعادن. نعم. يعني أنه معدن ممكن يتفاعل مع الحمض وأنه معدن ممكن ما يتفاعل مع الحمض. طبعا هناك درس خاص بموضوع يعني لذلك فلا لا ضير من التنميه لها كونها لها علاقة. هذا الحكي عم نحكي نحن تمهيد لنسبة أهمية سلسلة النشاط. تمام. وليش لازم الطالب يحفظها؟ مشان لما يورد عليه سؤال يعرف هل يتم التفاعل او لا يتم. اكيد اكيد. يعني مشان هيك عم ناكد على اهميتها، لازم الطالب يحفظ سلسله النشاط الكيميائي. سلسله النشاط. تمام. فبناء على هذه السلسله استاذ عبد الله ايضا ممكن من خلال السلسله نحدد ايهما اقوى من الاخر، ايهما انشط من الاخر في مجال موازنه بين معدنين، مقارنه بين معدنين، ايهما اقوى، ايهما يزيح الاخر. من خلال التجارب ممكن نعرف، ومن خلال المشاهدة للتجربة شو عم يصير فيها بالتجربة، تغير اللون مثلا المحلول. هل لدينا مثال عملي نطرحه؟ ممكن نطرح مثال يعني مباشرة على ونستخدم فيه السلسلة، سلسلة الإزاحة، نرى فائدة هذه السلسلة في تفسير أو في حل بعض التعليمات. إذا وضعنا بوعاء كبريتات النحاس، نعم كبريتات النحاس، ونكتب كبريتات النحاس بشكل شاردي لأنها ملح منحل بالماء، تكتب بشكل شاردي إيو 2 زائد زائد SO4، وهذا المحلول لونه أزرق باعتبار شاردة النحاس هي موجودة بالمحلول تعطي اللون، هي التي تضفي اللون الأزرق على هذا اللون على المحلول أزرق. نغمس في هذا المحلول قطعة من الحديد، صفيحة من الحديد FE رمز الحديد، نلاحظ بعد فترة زمنية أن لون المحلول قد تغير، يتغير لون المحلول، وعند رفع الصفيحة من المحلول نلاحظ أن الجزء المغموس كان مغمور في المحلول قد أصبح عليه راسب أحمر معدني، هذا الراسب الأحمر معدني هو معدن النحاس. تمام. أما المحلول يتغير لونه ويصبح لونه أخضر، واللون الأخضر هذا مميز لشاردة الحديد الثنائي، حديد Fe 2 زائد SO4 2 ناقص، هذا بعد فترة زمنية. إذن هنا الذي حصل هو أن الحديد أزاح النحاس ملحه كما تفضل استاذ محمد. يعني هون الحديد انشط كيميائيا من النحاس حسب السلسله، فقدر يزيحه من مركبه اللي هو كبريتات النحاس. حبذا استاذ عبد الله يعني تضع السلسله على الشاشه ونقارن فقط اين موقع الحديد، اين موقع النحاس. النحاس يقع بعد الهيدروجين بينما الحديد قبل الهيدروجين بالسلسله. نعم. فالحديد انشط كيميائيا من النحاس، قدر يزيحه من مركباته. اختفاء اللون دليل على انتهاء عين النحاس. نعم. معناتها ازيح النحاس من المركب، ترسب شوارد النحاس وحل مكان شوارد الحديد الثنائي او الحديدي. نعم. اذا هنا يستدل الطالب على ان الايونات او شوارد النحاس هي التي ترسبت على قطعة الحديد، بزوال اللون الأزرق تدريجيا انحل جزء من الحديد من قطعة الحديد وتحول إلى يعني هلا لو حط قطعة من الفضة لن يتغير شيء، لا يحدث تفاعل، لا نلاحظ شيء. لو وضعنا بدل الحديد الفضة لن يتغير شيء، لأن الفضة أقل نشاط كيميائي من النحاس لا تستطيع إزاحته من مركبات. تمام. أي مفاهيم لازم يكون طالب إذا هنا نخلص إلى فكرة، يجب على الطالب هنا حفظ سلسلة الإزاحة الموجودة. نعم. على الأقل عناصر عنصر الهيدروجين،
بعض العناصر المعدنيه الاقوى من الهيدروجين، بعض العناصر الاقل نشاطا من الهيدروجين. نعم. ممكن نكتب معادله التفاعل الحاصل لهالتجربه الحديد. إذن هنا تعبير عن التجربة. نعم. معادلة شاردية، معادلة كيميائية زائد كبريتات النحاس نكتبها بشكل شاردي. نعم. بشكل شاردي يعطي ملح منحل، هو ملح كبريتات الحديدي، الحديد الثنائي، الحديد الثنائي وشاردة الكبريتات تبقى كما هي زائد النحاس الحر يترسب. إذا هنا نستطيع أن نقول لطلابنا، جميع طلابنا، أن المعادلة الكيميائية هي عبارة عن تجربة قائمة بحد ذاتها. نعم. لا يوجد تفاعل أو رموز كيميائية أو معادلة ترد سواء من الصف السابع إلى الثالث الثانوي إلا وهي عبارة عن تجربة حقيقية. نعم. تمثيل رمزي لما يحدث، تمثيل التجربة، تمثيل التجربة ونتائج التجربة. تمام. تمثيل لتجربة كاملة في بها التفاعل. نعم. نلاحظ أن في هذه المعادلة بعض الأجسام قد تغير بنيتها تركيبة، والبعض الآخر لم يتأثر، دخل في التفاعل وخرج من التفاعل، لم يتغير من حيث البنية. مثل أيون الكبريتات. أيون الكبريتات. نعم. الكبريتات. ممكن. أو شارد الكبريتات. كلمة أيون. شارد الكبريتات. نعم. المنهاج المدرسي. المدرسي في المهني. فيبقى من هذه المعادلة زائد سيو من زائد يعطي شاردة الحديد الثنائي أو الحديدي والنحاس. ندعو هذه المعادلة بالمعادلة الشاردية المختصرة. معادلة التفاعل الحاصل. حبذا لو نكتبها أستاذ عبد الله. ندعى معادلة. المعادلة الشاردية المختصرة، أي بمعنى آخر هي التفاعل الحقيقي أو التفاعل. نعم. الذي حصل. الشاردية أي العناصر أو الأجسام التي طرأ عليها التغيير. تمام. كما تفضلت أستاذ محمد. نعم. هي اللي طرأ عليها التحول او التغير. هذا يعني نتيجة هذه التجربة ان الحديد انشط من النحاس او اقوى من النحاس او يزيح النحاس من مركبات. هذه التجربة قارنا فيها ما بين الحديد والنحاس. ممكن بتجربة اخرى نقارن فيها ما بين التوتياء او الزنك والحديد. تجربة ثالثة ما بين النحاس والحديد الفضة. فبتجارب مماثلة لهذه التجربة ممكن نصنف مجموعة من المعادن وفق ترتيب معين. الأقوى فالأقوى فالأقوى إلى آخره، فنحصل على ما يسمى بسلسلة الإزاحات التي جزء من هذه السلسلة هو اللي اخترناها الجزء هذا من لبعض المعادن الشهيرة من ضمن الهيدروجين. ضمن الهيدروجين. هنا يحضرون أيضا ولوجا إلى موضوع أيضا له علاقة وعلاقة وثيقة جدا، هي موضوع الأكسدة والأرجاع أيضا هنا. نعم. أستاذ محمد، أستاذ عبد الله، هل لدينا مثلا معادلة الأكسدة والأرجاع؟ أو قبل أن ندخل بالأكسدة والأرجاع، هل يوجد لديك تمرين أو؟ نعم، نطرح تمرين على هذا البحث ونستثمر هذا التمرين في موضوع الأكسدة والأرجاع. نعم. مثال على تصنيف الكهروكيماوي للمعادن، نغمس قطعة من الحديد في محلول كبريتات النحاس. إذا نغمس قطعة حبذا هيك بهدوء. نعم. نترجم. نعم. نغمس قطعة من الحديد. تمام. في محلول كبريتات النحاس فيحدث تفاعل ويحصل راسب معدني أحمر اللون. سمي الراسب الناتج. العنصر اللي ترسب. تماما. نعم. واكتب المعادلة الشاردية المعبرة عن التفاعل، ثم بين العنصر الذي تأكسد والعنصر الذي أرجع. لم نتطرق لموضوع الأكسدة والإرجاع. هنا قبل أن نبدأ بالحل فلنتكلم عن الأكسدة والإرجاع ونستثمر المعلومات التي سنوضحها في حل هذا التمرين. ممكن نوضحها. الأكسدة أستاذ محمد. الأكسدة، مفهوم الأكسدة هي المفهوم الإلكتروني الحديث، هو التخلي عن الإلكترونات. يعني الذرة التي تتخلى عن الإلكترونات تحدث لها عملية أكسدة. تمام.
والذرة التي تكسب إلكترونات يحدث لها عملية إرجاع. بس أنا كطالب كيف بدي أعرف مين صار عنده أكسدة ومين عنده إرجاع؟ هون بدنا نقارن عدد الأكسدة قبل وعدد الأكسدة بعد. إذا كان العنصر عدد أكسدته قبل أكبر من عدد أكسدته بعد فصار عنده عملية إرجاع. طبعا. إذا كان قبل عدد أكسدته صغير كبر معناته صار عنده عملية أكسدة. هون بده يحفظها الطالب، بده يراقب. يعني هلا إذا أخذنا الكتب الأستاذ عبد الله المعادلة FE زائد CU زائد 2 يعطي FE زائد 2 زائد CU. الذرة بالحالة الطبيعية عدد الأكسدة صفر. نعم متعادلة. متعادلة كهرباء. يعني إذا هلا عندنا الحديد قبل كان عدد أكسدته صفر. بينما بالطرف الثاني صار زائد 2، إذا هون ازداد عدد الأكسدة. تمام. معناتها الحديد. حتى نبسط الأمر أكثر لطلابنا. هل أستطيع أن أقول أن الذرة التي تسعى أو تميل إلى التخلي عن بعض إلكتروناتها هي تتأكسد؟ تتأكسد. تتأكسد. تميل للكسب الإلكترونات تصير عندها عملية ترجع. حتى أيضا طلابنا في الصف الثامن والصف السابع أحيانا نقول لهم أن الذرة تسعى إلى الاستقرار أو بتخلي عن بعض الإلكترونات، بعض الإلكترونات أو كسبة لبعض، كسب الإلكترونات. لا تذكر فقط أن ذرة عنصر أو ذرة الصوديوم بحالتها الطبيعية هي نشيطة جدا وفعالة جدا في الطبيعة. أيضا الكالسيوم أيضا فعال جدا، فهو يسعى إلى أن يتخلى عن الإلكترون يتأكسد ويستقر. فهنا حتى يعني يصبح لدينا نوع من المعلومات عن ما يحدث. نعم. إذا عدنا للمعادلة معادلة التفاعل اللي طرحناها بالمثال، تمام، لاحظ أنه ذرة الحديد قبل التفاعل متعادلة كهربائيا، تمام، بعد التفاعل اختل تعادلها الكهربائي، أصبح عدد الإلكترونات أقل من عدد البروتونات، والدليل أنه هناك ظهر الشحنة موجبتين. إذا هو فقد الإلكتروني. نعم فقد الإلكتروني. أصبح الحديد تحول إلى شاردة الحديد بخسارته الإلكترونات، خسارة إلكترونين، اثنين إلكترون. الإلكترونين. هذا الإلكترونان أين؟ نعم الإلكترونان اللي خسرتهم ذرة الحديد تأخذهم شاردة النحاس لتعتدل وتخرج من التفاعل. أيضا هي تسعى إلى الاستقرار. إلى الاستقرار باكتسابها هذه الإلكترونين. هذين الإلكترونين. اكتساب. اثنين إلكترون. نعم. اثنين الإلكترون. نسمي عملية الخسارة في الأكسدة. أكسدة. وعملية الكسب بالإرجاع. إرجاع. فممكن بتعريف بسيط الأكسدة هي خسارة الإلكترونات من كيان كيميائي، والكيان هو إما ذرة أو شاردة أو جزيء أو أي شاردة. نعم. تمام. والإرجاع هو كسب الإلكترونات من كيان كيميائي. فالحديد في هذا التفاعل تأكسد بينما شاردة النحاس أرجعت. ممكن نكتب الحديد تأكسد أما شوارد النحاس أرجع. نعم أرجع. هلا هنا أيضا أثناء قراءة الطالب ما ورد في الكتاب تأكسد هو العملية التي حصلت له. نعم. أما هو بحد ذاته الحديد تأكسد فهو مرجع. مادة مرجع. نعم. تماما. والشارد النحاس بالنسبة للحديد هي مادة مؤكسدة. مؤكسدة. نعم. فممكن نعرف أيضا مفهومين المؤكسد والمرجع. المرجع هو كل جسم يخسر الإلكترونات أو يمنح الإلكترونات أو يفقد الإلكترونات. تماما. أما المؤكسد هو كل جسم أو كل كيان كيميائي يكسب الإلكترونات. نعم. فالمؤكسد كيان يكسب الإلكترونات. نعم الإلكترونات. المرجع كيان المرجع عملية معاكسة. نعم كيان فعل عكس العملية. يخسر طبعا أو يفقد الإلكترونات. هل يوجد عملية أكسدة دون إرجاع؟ هل يمكن أن تتم العملية أكسدة دون إرجاع؟ لا متلازمتان مترافقتان دائما. نعم وتحدثان بآن يعني واحد. هناك فقد الإلكترونات يجب أن يوجد من يتلقى تلك الإلكترونات. نعم.
والعكس ايضا صحيح، اذا كان هناك تلقي يجب ان يكون هناك ايضا. اذا فلنكمل السؤال نعود الى السؤال السابق. اصبح الان المعطيات فكره الاكسده والارجاع صارت معلومه. مغمس قطعه من الحديد في محلول كبريتات النحاس فيحدث تفاعل ويحصل راسب معدني احمر اللون، سمي الراسب الناتج. اذا عدنا للسطر الاول نلاحظ الحديد والنحاس، نعود لسلسله الازاحه، ايهما اقوى من الاخر؟ طبعا لاحظ ان الحديد في السلسله هو اقوى من النحاس، اذا يترسب النحاس وينحل الحديد. يعني بمعنى اخر الحديد سيزيح النحاس. نعم. الحديد سيزيح النحاس من محلوله. تمام. سمي الراسب الناتج، الراسب معدن النحاس. اكتب المعادله الشرعيه. فيما لو طلب استاذ عبد الله بعد اذنك، فيما لو طلب وضع السؤال، فيما لو طلب التفسير فنكمل الجواب هنا. نعم. والسبب لأنه أو مع التعليل. نعم، لأن شوارد النحاس كسبت الإلكترونات وأرجعت. ممكن أن نقول أيضا طبعا هو إضافي. نعم. فيما لو قلنا أن النحاس أقل نشاطا من الحديد أو الحديد أكثر نشاطا من النحاس أيضا. نعم، كإجابة صحيحة. تفضل أستاذ. أكتب المعادلة المعبرة، نكتب المعادلة العبرة من خلال قراءتنا للنص. ممكن نكتب المعادلة، الحديد نرمز للحديد الحر بإف إي. وهنا كما تفضل أستاذ محمد في بداية الندوة، يجب على الطالب، حضرتك أيضا أستاذ عبد الله نبه، يجب على الطالب حفظ الرموز الكيميائيه. نعم، بده يحفظ الرموز التكافؤ. بدون رموز لا يستطيع الطالب إجابة. يحفظ الرموز التكافؤ، بده يكتب صيغه مركب، بده صيغه ملح، بده يكتب. وبالتالي معادله تعتمد معادله على الرموز كتابتها للصيغه والرموز والتكافؤ. كبريتات النحاس سي يو نكتبها بصيغه شارديه زائد اس او 4، دائما الشارده المعدنيه على اليسار في القوس والشارده الحمضية أو السالبة على اليمين يعطي قوس زائد الحديد يزيح النحاس، تتشكل شاردة الحديد الثنائي وبالتالي ملح كبريتات الحديدي ويترسب النحاس في آخر المعادلة. ثم بين العنصر الذي تأكسد والعنصر الذي أرجع. من خلال قراءتنا للمعادلة نلاحظ أن الحديد كانت ذرة الحديد معتدلة كهربائيا، أصبحت بعد التفاعل بالطرف الآخر شاردة موجبة، يعني ذلك اختل تعادل الكهربائي فذرة الحديد خسرت الكترونين، لذلك نقول أن الحديد تأكسد. السبب لأنه خسر الالكترونات والعنصر الذي ارجع. العنصر اللي اكتسب الالكترونات هو شوارد النحاس، اعتدلت شوارد النحاس خرجت من محلول. شوارد النحاس ارجعت، نعم، لانها كسبت الالكترونات. ماذا تستنتج من هذا التفاعل؟ حديد والنحاس، نعود الى سلسله الازاحه، نلاحظ ان الحديد قد ازاح النحاس او هو انشط كيميائيا من النحاس. لدينا اتصال. اهلا وسهلا، تفضل. الو الو مرحبا. يا هلا. الو الو الو. تفضل الاتصال.
لنكمل استاذ عبد الله. نعم، الحديد انشاط كيميائية. الحديد انشاط كيميائية للنحاس. نعم، هناك مفهومين ايضا في بحث التصنيف الكهروكيماوي، وهما الاول نصفي التفاعل والاخر الزوجين مؤكسيد مرجئ. تمام. طبعا هنا موضوع نصفي التفاعل له فوائد تطبيقات عملية أيضا بالخلايا أو الأبيال. نعم، لاحقا وما يسمى القوى المحركة الكهربائية. القوى المحركة الكهربائية سنأتي على ذكره أيضا إن شاء الله. تماما، في البحث المعنى. إذا عدنا لمعادلة التجربة الأولى بشكل المختصر، الحديد تأكسد والنحاس إرجع. معادلة التفاعل، الحديد مع شاردة النحاس يعطينا شاردة الحديدي والنحاس. تمام. يمكن فصل تفاعل الأكسدة عن تفاعل الإرجاء من هذه المعادلة. ندعو كل معادلة. هنا لم يظهر، نحن قلنا أثناء التعريف أو أثناء الشرح أن الحديد خسر الكتونين، لكن لم تظهر هذه الكتونين في هذه المعادلة الإجمالية. لا تظهر هذه الكتونين. الآن توضيح لعملية الخسارة والكسب. نعم، بشكل واضح. الحديد هي انصاف. نعم، تحول الى شاردة حديدي. ذرة الحديد تحولت الى شاردة وخسرت الكترونين. نكتب الالكترونين في الطرف اليمين. وهذا التفاعل هو تفاعل أكسدة. تأكسد الحديد. الالكترونين اللي خسرتهم ذرة الحديد تكسبهم ذرة شاردة النحاس، وبتخرج من التفاعل او من المحلول راسبة. عملية الكسب هي عملية إرجاع. أرجو إزاحة الورقة أستاذ. نعم، نقول سلسلة إزاحة ونزيع الورقة أيضا نحو اليمين. إرجاع. تمام. فالنصف الأول يعبر عن عملية الأكسدة، والنصف الآخر يعبر عن عملية الإرجاع. جملة النصفين تمثل المعادلة الإجمالية. هنا يعني أيضا الطالب يستطيع أن ينتقل من المعادلة الكلية إلى أنصاف التفاعل. وأيضا ينتقل من أنصاف التفاعل، يعني لدينا أيضا مخزنات الأكسدة والإرجاء، من أنصاف التفاعل إلى المعادلة الكلية. نعم، المعادلة الكلية. تمام. حسب المعطيات بجمع النصفين، يعني في وازن كل نصف لحال، بعدين يجمع المعادلتين. يجمع المعادلتين. طرف إلى طرف. ثم توحيد الأعداد الإلكترونات. نعم، هدف هو التوحيد. نلاحظ أستاذ عبد الله، أستاذ محمد، أن على الإلكترونات نفسه بعملية الأكسدة ونفس الإرجاع. تمام. هل يمكن أن تختلف هذه الإلكترونات الأعداد؟ ممكن أن لا، ممكن بنصف التفاعل لنصف تفاعل تختلف، لكن نحن في عندنا شيء اسمه موازنة معادلة. تمام. هذا ما هو موازنة. إذا ممكن أن تكون مختلفة بنصفي التفاعل أو تفاعل إرجاع أن لا يتساوى في أعداد. لذلك نضاعف أو نوحد. نوحد، نضرب تغير الأكسدة بعدد الإرجاع والإرجاع بالأكسدة مشان نوحد. بعدين بنشوف بقى موازنة المعادلة. هون بده يصفي عندك، في بده يجي على الطرفين عنده مواد متشابهة، ممكن يختصر أو يحذفها لحتى طبعا يوصل القرار. المهم يحافظ على عدد الذرات في الطرفين نفسه. تمام. يعني ذرات العناصر الموجودة في طرفي المعادلة نفسها. والأهم نقطة إذا كان في أكسجين أن يكون عدد ذرات الأكسجين متساوي بالطرفين. عندئذ تكون معادلة موازنة. أستاذ عبد الله، هل لديك أيضا فكرة أخيرة في هذا البحث، وهي الأزواج مؤكسد مرجع. ثم ننتقل إن شاء الله. نعم، نلاحظ أن في كل نصف تفاعل المعدن موجود بشكليه المؤكسد والمرجع. نعم. ممكن نكتب هالشكلين بشكل ثنائي كمصطلح شاردة الحديدي على ذرة حديد. يدعى هذا الأول زوج أول. وللنحاس أيضا ممكن نكتب زوج آخر. إذن قد يطلب من الطالب هنا أن يكتب نصفي التفاعل والأزواج المعبرة عنه. نعم. أيضا ممكن أن نشير إلى موضوع المؤكسد والمرجع. المؤكسد مرجع. الرمز الذي على اليسار دائما هو مؤكسد. الشاردة المعدنية دائما تلعب دور المؤكسد. مؤكسد. أما المعدن الحر يلعب دور المرجع دوما. تمام. نعم.
طب هنا هل لها رمز خاص فيها نعم، موضوع المؤكسيد هناك رمز والمرجع؟ مختصر لكلمة مؤكسد ورمز مختصر لكلمة مرجئ. مرجئ، وإن كان الطالب أيضا يكتبها كاملة. نعم نعم كاملة. نعم، فإذا عدنا للمعادلة الشاردية المختصرة ممكن نحدد مؤكسد والمرجئ. فالحديد هون لعب دور المرجئ بالنسبة لشاردة النحاس، فممكن نكتب تحت هذا الرمز مر. ميم ري مرجع. نعم مرجع. أول حرفين من كلمة مرجع، وشاردة النحاس التي لعبت دور مؤكسد بالنسبة للحديد نكتب بشكل مختصر هذا المؤكسد ميم ومؤكسد. وعلى الطرف الآخر بإمكاننا أيضا ممكن نحدد أيضا مؤكسد ومرجع في الطرف الآخر. تم. أيضا لدينا مؤكسد. هنا لكن يجب أن ننبه إلى الأرقام 1 و2. نعم، حتى لا يختلط الأمر بين الطرف اليساري نعم. والطرف اليمين. نعم، بالتفاعل لدينا مؤكسدين ولدينا مرجعين، لذلك إذا أردنا تحديد المؤكسدين المرجعين نعطي أرقام لهذه الرموز. مرجع أول توافق مع مؤكسد، يتوافق مع مؤكسد أول، مؤكسد للعنصر الثاني يتوافق مع مرجع العنصر الثاني. تمام. ندعى هذه المصطلحات للأزواج مؤكسد مرجع، يعني كل رمز من هالرموز هذا أحدهما مؤكسد. وقد يطلب من الطالب أن يحدد الأزواج مؤكسد مرجع. نعم يطلب من السؤال أحيانا اكتب نصي التفاعل حدد الأزواج. نعم حدد المؤكسد والعامل المؤكسد والعامل المرجع. عامل مؤكسد عامل مرجع. نتابع أستاذ عطوة. بالنسبة لبحث التصنيف الكهروكيماوي وترتيب المعادن حسب نشاطها الكيميائي، هذا في الفصل الأول، أما الفصل الثاني تحدث عن الأبيال. تمام. المدخرات المسمى مدخرات. فمن الأبيال البيل الواحد يتألف من نصفي بيل، وكل نصف عبارة عن وعاء يحوي محلول ملح ومست فيه صفيحة من نفس شوارد الملح الموجودة بالمحلول. نصفين يرمز لكل نصف من هالنصفين بدلالة المؤكسيد والمرجع، يعني بدلالة الثنائية مؤكسيد مرجع بدلالة الزوج. نعم يتصل الوعاءان بجسر ملحي لتأمين نقل الشوارد وإغلاق الدارة. والمسرين يمكن نصلهم بسلك ناقل معدني لكي يعمل البيل وتحدث التفاعلات ونشاهد أشهر مثال على الأبيال هو بيل من الأبيال الشهيرة دانييل. دانييل عبارة عن بيل مؤلف من نصف بيل من النحاس ونصف الآخر من الزنك أو التوتيا. نعم يحدث عند كل نصف من هذين النصفين تفاعل. تفاعل نعم تفاعل إما أكسدي أو أرجع حسب. هل لدينا أستاذ عبد الله نعم. مثال على بيل مثال يحسب قوته المحركة الكهربائية. مثال على قوة قانون القوة المحركة. نعم قانون القوة المحركة المصعد وبعدين الموجب والسالب وبعدين نعم. ثم نأتي على حساب القوة المحركة الكهربائية وكمونات الأكسدة والإرجاع التي تحسب منها القوة المحركة الكهربائية. نحن هنا أبناء الطلبة نستثمر الوقت في حل تمارين ومناقشة المنهاج الوارد في الكتاب المدرسي. نعم. نحن لا هنا عملية مراجعة مع حل تمارين مع إضاءة لبعض النقاط التي يجب على الطالب أن يتقنها. تفضل أستاذ. نعم. بالنسبة للبيل تحدثنا عنه بيل داني يتألف من نصفي البيل، يكتب هذا النصف هذا البيل بشكل رمزي بدلالة النصفين. تمام. البيل نحاس توتيا أو زين زد. لديك البيل المؤلف من الزوجين نحاس توتيا. زين هنا لا زلنا نحافظ على موضوع أن العامل مؤكسد على اليسار يكتب خط مائل. نعم. الترتيب له أهمية في هذا البحث أو في أبحاث قادمة بعد هذا البحث، له أهمية ترتيب الرموز في أنصاف الأزواج. إذن الآن نعم. لدينا زوجان. لديك البي المؤلف من الزوجين. تمام.
حدد القطب الموجب، معنى أن لكل بي قطبين موجب وسالب. حدد القطب الموجب والقطب السالب. القطب السالب هو المعدن دائما الأشد قدرة إرجاعية الذي يمنح الإلكترونات السالبة. أحب ذلك مثبتة نعم. هذه المعلومة نعم. على الأوفرهيد. القطب السالب هو المعدن الأقوى أو الأنشط كيميائيا في السلسلة، سلسلة الإزاحة، نتكلم عن سلسلة الإزاحة. طبعا هنا نلاحظ أن الزنك يقع بعد الهيدروجين، أقوى من الهيدروجين، والنحاس قبل الهيدروجين. قبل الهيدروجين أنشط نعم. كيميائيا يعني قادر على منح الإلكترونات بسهولة. تمام. القطب السالب هنا هو الزنك. دائما المعدن الأقوى الذي يمنح الإلكترونات، الذي يتأكسد ويخسر الإلكترونات. تمام. نعم. نحدد على معرفتنا بالأكسدة والإرجاع وسلسلة الإزاحة. القطب السالب. لدينا اتصال هاتفي. القطب الموجب والسالب. نعم. تفضل. ألو. ألو. مرحبا أستاذ. يا هلا. أستاذ دي أعرف أنا أنه شو المحذوف من المنحاس؟ عيد السؤال بالله. شو المحذوف؟ شو المحذوف من المنحاس؟ محذوف من المنهاج أستاذ عبد الله. نعم. تم حذف الجزء الأخير من الجزء الأخير نعم من بحث التحليل الكهربائي حتى نهاية الكتاب بالنسبة للكيمياء، وبالنسبة للفيزياء من صفحة 257 حتى نهاية قسم الفيزياء، يعني بحث التحليل الكهرطيسي وبحث التيار المتناوب والمحولة حذفت من الكيمياء. عفوا الفيزياء تحريض. تحريض والتيار المتناوب. والتيار المتناوب والمحولة. محولة نعم. بالنسبة للكيمياء حذف بحث التحليل الكهربائي وبحث كمونات بحث الأكسدة والإرجاع بالطريقة الجافة وأعداد الأكسدة. تمام. نعم. تمام. أبحاث أخيرة. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. طيب نكمل أستاذ. القطب السالب حسب سلسلة الإزاحة كنتيجة القطب هو المعدن التوتيا أو الزنك، ممكن نكتب مسرى الزنك. مسرى الزنك. نعم. إما بهذا الشكل أو بشكل تمام. القطب الموجب هو معدن النحاس أو مسرى النحاس. كل قطب من هذه الأقطاب يدعى مسرى نحاس. ما يحدث في قلبي عند كل قطب من هذين القطبين يحدث تفاعل إما أكسدة أو إرجاع. فعند القطب السالب يحدث تفاعل أكسدي باعتباره هو المعدن الأقوى يمنح الإلكترونات. نعم. نكتب معادلة التفاعل عند هذا القطب. عند القطب السالب. إذا تحدث عملية أكسد. نعم تحدث عملية يتأكسد. نعم يحدث يتأكسد الزنك. الزنك. نعم. نكتب معادلة. نعم زد إن. يعطي زد إن. زائد 2 الكتروني. الالكترونين اللي منحتهم ذرة الزنك يتحركان عبر السلك الى صفيحة النحاس. طبعا بعد ان يتم القطب الاخر القطب الموجب ممكن ان نرسم للتوضيح الشكل للبي. الشكل البي. نعم ممكن. القطب الموجب يرجع او ترجع شوارد النحاس. النحاس تصل الإلكترونات إلى صفيحة النحاس وصفيحة النحاس تلامس في المحلول شوارد النحاس، فكل شاردة من شوارد النحاس تأخذ إلكتروني. نعم. وتحول إلى ذرة متعادلة كهربائيا تترسب على صفيحة النحاس وليس في أسفل الوعاء، لأن التفاعل يحدث عند سطح التماس. سطح التماس. نعم. تفاعل أكسدي تفاعل إرجاع. إذا جمعنا النصفين نحصل على المعادلة الإجمالية. نعم. إذا هنا المعادلة الإجمالية. المعادلة الإجمالية. التفاعل داخل الخلية. نعم للتفاعل داخل البي أو الخلية. نجمع المعادلتين طرف لطرف لكن بدون الإلكترونات لأن الإلكترونات ستحذف عند الجمع من الطرفين. طرفين نعم فيبقى زد إن زائد سيو 2 زائد يعطي زد ان 2 زائد ويترسب اذا طلب التفاعل كلي. نعم اذا طلب التفاعل. نعم ممكن
طيب حدد الأقطاب وأكتب أشرح ما يحدث. أرجو أستاذ عبد الله هيك رسم مبسط لخلية الدهنية. رسمة مبسطة لهذا البي. الوعاء الأول هو يحوي كبريتات التوتيا أو الزين ZN 2 زائد SO 4 2 ناقص، ومست فيه صفيحة من الزنك، ولا يحدث تفاعل أفسد أو ارجع في هذا الحال. المعدن نفسه. النصف الآخر أو عبارة عن وعاء يحوي محلول ملحي لشوارد النحاس، مثلا كبريتات النحاس، ومست فيه صفيحة من النحاس CU ZN. يتصل الوعاء بجسر ملحي هو عبارة عن أنبوب مملوء بملح كلوريد البوتاسيوم، جسر ملحي. في هذه الحالة لا يعمل البيل حتى نصل المسرعين بسلك ناقل أو نصل المقياس فولت أو مقياس أمبير. مقياس الأمبير يكشف لنا إذا كان هناك مرور تيار كهربائي، ومقياس الفولت يقيس حتى لنا. ممكن أن نضع مصباح صغير. نعم. إضاءة هذا المصباح تدل على مرور تيار كهربائي. نعم. إذا أردنا أن نصل مقياس فولت ممكن لمعرفة القوة المحركة الكهربائية لهذا البيل، طريقة قياس مباشرة. فنصل المسرعين بسلك ناقل. يعني هون أما انتقال إلكترونات خارج الدارة، فمشان هيك صار عنده تيار كهربائي. تمام. مقياس أمبير ينحرف المؤشر ليدل على مرور تيار كهربائي. حبذا أستاذ عبد الله أيضا نضع إشارات الأقطاب طالما نقول. نعم. حددنا به سابقا القطب السالب هو معدن الزين. الأنشط كيميائيا. الأنشط كيميائيا. هذا القطب السالب لهذا البيئة. لهذا البيئة وهذا القطب الموجب. من جهة التيار من النحاس إلى الزنك. نعم، جهة التيار من النحاس إلى الزنك. نعم، جهة الاصطلاحية. لكن الحقيقي التيار الحقيقي هو تيار الإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب. اصطلاحا صارت عكس. نعم، اصطلاحا ممكن نوضح. حركة الإلكترونات من جهة الإلكترونات. نعم، أستاذ من الزنك. جهة الإلكترونات. أما جهة التيار العكس من القطب الموجب الاصطلاحية، جهة التيار الاصطلاحية المتفق عليها من القطب الموجب إلى القطب السالب. أستاذ عبد الله هنا إذا أعطي للطالب كومونات أو كيف نحسب القوة المحركة الكهربائية لهذا البيئة؟ والمحركة الكهربائية لهذا البيئة حساب القوة المحركة يتم بتطبيق علاقة تعريف القوة المحركة الكهربائية للبيئة. القوة المحركة الكهربائية لأي بيئة تساوي كمون المسر الموجب ناقص كمون المسر السالب، أي كقاعدة أو كتعريف. أو كمون المهبط ناقص نعم. كمون أو كمون المهبط ناقص كمون. نعم. أيضا أن نثبتها على الأوفر هيد أيضا ممكن. نعم، نكتب نرمز القوة المحركة. نعم، القوة المحركة قاف ميم تساوي كمون، يرمز الكمون بحرف الفاء. بحرف الفاء. نعم، فاء للقطب الموجب ناقص كمون القطب السالب. هنا هذا الكمون أستاذ عبد الله. نعم. هو كمون ممكن نشرح بشيء بعجالة. الكمون هو الكمون، هناك كمونات أكسدي وكمونات إرجاع حسب نوع التفاعل. وردت جداول في الكتاب المدرسي. وردت جداول في الكمونات الأكسدي وكمونات إرجاع، لكن توحيدا لهذه الكمونات اتفق على اعتبار كمونات التفاعلات سواء عند المساري سواء كانت أكسدي أم إرجاع في كمونات إرجاع فقط. إرجاع. تمام. نعم. تمام. أيضا ورد أود أن أستثمر الوقت بأكبر كمية من المعلومات فائدة الطلاب. إذا ورد كمون إرجاع موجب وورد أيضا كمون إرجاع سالب، أيهما تلقائي وأيهما مجبر على أن يتم بهذا الاتجاه؟ الموجب يكسب الإلكترونات يكون هو القطب موجب في البي. تمام. يحدث عنده تفاعل الإرجاع.
والآخر يكون بالعكس سالم. نعم يمنح. إذا ورد لدينا كمون إرجاع موجب هو هذا تفاعل تلقائي. تفاعل تلقائي يحدث عنده إذا كان القوة المحركة موجبة. تمام. فالتفاعل تلقائي. أحياناً طالما القوة المحركة سالبي سيكون أننا دائماً نتعامل مع وحدوا الكمونات إرجاع كاملة. فهنا أيهما يسود باتجاه الأكسدة أو أيهما نقول أكسدة أيهما نقول إرجاع وأيهما يكون الموجب وأيهما يكون السالب. السالب هو اللي كمونه سالم يحدث عنده تفاعل أكسدة. تمام. والآخر الموجب يحدث عنده تفاعل الإرجاع. هل لديك الأكبر تمام يحدث عنده تفاعل الإرجاع والأصغر يحدث عنده تفاعل الإرجاع. إذا قارنا الكمونين ببعضهم. تمام. قارنا ببعضهم. نضع ممكن. هل لدينا مثال؟ نعم هناك مثال. بالنسبة لكمونات الأكسدة الإرجاع طالب ما بيحفظ هاي الكمونات الأرقام. نعم تذكر في نص المسألة عليه أنه يفهم أي قطب سالب بمثل قطب سالب وأي قطب موجب وبالتالي لعملية بسيطة لتطبيق لهذه القاعدة قاعدة حساب القوة المحركة الكهربائية كمون القطب الموجب ناقص كمون القطب السالب نحصل على قوة المحركة الكهربائية للبي. لكن قبل تطبيق القاعدة يجب معرف يجب أن يعرف أي قطب موجب وأي قطب سالب. تمام. يعني نعم. طب نطرح لدينا مثال. نعم. نأخذ مثال على الأبيال. أي أحد الأمثلة على بحث الأبيال وكمونات الأكسدة والإرجاع. نعم. ب كهربائي مؤلف من الزوجين نصفي البيل طبعا كتبت بشكل رمزي نحاس زنك. فإذا علمت أن الكمون النظامي للنحاس 34% فولت اف 1 ان الحرف النون هون يدل على أن هذه القيمة قيست بنظاميا باستخدام مصر الهيدروجيني النظامي الذي كمونه يساوي الصفر ضمن شروط واعتبرها خاصة. نعم. وكمون الزنك النظامي يساوي ناقص 76% فولت. طبعا المطلوب حدد القطب الموجي والقطب السالب لهذا البي. نعود إلى سلسلة الإزاحة. نعم. فينا من خلال الكمونات نحدد من خلال الكمونات نحدد كمون إرجاع النحاس أكبر من كمون إرجاع الزنك معناتها نعم. النحاس بصير عنده إرجاع إذن هو القطب نعم. الموجب معناتها حدد القطب الموجب والقطب السالب لهذا البي نحاس زنك. إذا عدنا لسلسلة الإزاحة نلاحظ أن الزنك أقوى من النحاس فهو الذي يمثل القطب السالب. أما النحاس فهو يمثل القطب الموجب. القطب نكتب الطلب الأول القطب الموجب مسرى النحاس القطب السالب مسرى الزنك. انتهى الطلب الأول. الطلب الثاني حساب القوة المحركة. نعم حساب القوة المحركة احسب القوة المحركة نطبق قاعدة تعريف القوة المحركة. القوة المحركة الكهربائية لهذا البيت كمون القطب الموجب ناقص كمون القطب السالب. حددنا بالطلب الأول أي قطب موجب وأي قطب سالب يساوي مطرح الكمونين من بعضهما 34% والصفر ناقص 76%. هنا يجب أن ينتبه الطالب لموضوع الإشارات. نعم نضع الرقم الآخر الثاني في ضمن قوسين. تمام. نعم 34% ناقص من ناقص زائد 76% يساوي 1.1 فولت. إذا جمعنا الرقمين تمام. الناتج يكون 1.1 فولت. الطالب الأخير اكتب المعادلة الشاردية المختصرة. نعم. هي وردت سابقا. في نص السؤال وردت المعادلة لكن نرتب هذه المعادلة. الأقوى في الأول هو المعدن الزنك الذي يتأكسد زد إن زائد
2 زائد يعطي زد ان 2 زائد زائد سي يو. هي معادله شاردية مختصره. الله يعطيك العافيه استاذ عبد الله. الله يعطيك العافيه استاذ محمد. في النهايه ابنائي الطلبه اعزائي المشاهدين لا يسعني الا ان اشكر زملائي استاذ عبد الله خربطلي من تربيه دمشق واستاذ محمد فايز زيب اللذين رافقانا في هذه الندوه. مع تمنياتنا لكم بتحقيق النجاح وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.